السلام عليكم ومرحبا بكم شي وجده من شيوات ام اناس. اليوم جيت وجبت لكم هذا الفلون كراميل او كريم كراميل منزلي، يعني من صنع المنزل. كيجي روعه روعه روعه، لذيذ لذيذ جدا. يعني صراحه غير جربوه، ما تبخلوش على راسكم بهذه الوصفه هي، وردوا عليا في الكومنتات ان شاء الله كيف جاكم المذاق ديالو. الناس اللي كيزوروا القناه ديالي لاول مره يشتركوا في القناه ويفعلوا الجرس. الى عجبكم الفيديو خليوا لايك للفيديو وحاولوا توصلوا اكبر عدد من اللايكات. دابا ما بقى لي الا نقول لكم خوتي غنخليكم دابا مع الفيديو والمقادير، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. فبالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجوا اليوم، الكريم كراميل كيجي جد جد رائع، يعني فلون بمذاق الفانيليا. فاول حاجه غنحتاجوها هو عنصر ومكون اساسي جدا، وهو نصف لتر من الحليب، يعني نصف لتر 500 ملي. عندي علبة من الحليب المحلى نسلي، ما يعادل العلبة عندي فيها أنا 400 غرام. هي 5 بيضات كيف ما كتشوفوا معايا بحجم صغير، فإذا كان الحجم ديالها XL أو L فكتكتفيو غير بأربعة فقط، يعني إلا كان الحجم ديالو كبير. أما إذا كانوا صغار فكتعملوا 5 بيضات. عندي هنا 100 غرام من السكر، يعني السكر الخشن، فهذا هو غادي يكون الكراميل ديالنا. وعندي هنا واحد القنينة ديال عقدة الفانيليا غادي نحتاجها، غادي نعملها مع البيض والحليب نسلي وكذلك نصف لتر من الحليب. فأول حاجة غادي نبدأ بها غادي نحضر الكراميل. دابا غنقز معكم الطريقة. فهنا كيف ما كتشوفوا عندي في مقلات او في كسرول كيف ما بغيتوا غادي نوجد طبقه ديال الكراميل. فبالامكان ديالكم تزيدوا لها 3 ديال المعالق ديال الماء، ولكن انا كنفضل نعملوا هيدا، يعني عمليه جد سهله بلا ما نزيد عليه الماء. فدابا السكر ديالي ما غادي نحركوش نهائيا، غادي نخليه ان شاء الله حتى تبدا تبان لي ديك الطبقه التحتانيه بدات كتذوب. من بعد نبقى نحرك ملعقه خشبيه حتى يولي لي كراميل. نقوز معكم ان شاء الله لتحضير الكريمه، اي يعني الفلون كراميل. كيف ما كتشوفوا معايا الكراميل ديالي بدا كيذوب بهذه الطريقه، يا غادي نبقى نحرك فيه دابا ما غادي نغفلش عليه نهائيا، وغادي نقص عليه طبعا البوطه اي الموقد حتى يذوب لي تماما وما تبقى ما يبقاليش فيه ديك الحبيبات او الكويرات المتكتله ديال السكر. من بعد غادي نجوز معكم المرحله الثانيه ان شاء الله. صافي كيف ما كتشوفوا معايا الكراميل ديالي وجد بهذا اللون، ها هو كيكون اللون ديالو بني، فما تخليوهش يولي اللون ديالو قهوي اي بني داكن، سينو غادي يرجع اللون ديال المذاق ديالو مر وما تقدروش تاكلوه، يعني يرجع المذاق ديالو يعني ما يبقاش حلو. فغادي نجوز معكم دابا غادي نجيب المول ديالي باش نعمل عليه الطبقه ديال الكراميل قبل ما يبرد معايا. بهذا الشكل، هو شكل مستطيل. غادي نجيب الكراميل اللي حضرت، بسم الله. ضروري جدا تستعملوه في ساعة يعني بسرعة وهو ساخن قبل ما يبرد معاكم ويتجمد. فغادي نبقى نمشيه بهذه الطريقة ها هي او بهذا الشكل على الجوانب بشكل متساوي كيف ما كتشوفوا معايا. كيف ما شفتوا فدغيا دغيا كيبس وكياخذ البلاصه ديالو. صافي اذا كنتو كتشوفوا معايا فهذا هو الشكل ديالو كيف كيبان. غادي نخليه دابا يبرد على ما ندوز نوجد الكريمه ديالي ان شاء الله اللي غادي تكون فوق هذه الطبقه ديال الكراميل. فهنايا في هذا الوعاء ها هو اللي عندي فيه نصف لتر من الحليب، هنايا في غادي نخدم العناصر كلها. فغادي نزيد 5 بيضات اولا، غادي نضيف هذه العلبه الصغيره ما يعادل ملعقه من عقده الفانيليا
العقدة ديال الفانيليا ضروري وجدا، يعني ضروري جدا انكم تستعملوها باش كيجي فلون كراميل او كريم كراميل كتجي فيه المذاق ديال الفاني. فاول حاجة قبل ما نزيد النسلي غادي نخلط العناصر هي الاولى، يعني البيض مع الحليب وعقدة الفانيليا بهذه الطريقة او بالخلاط الكهربائي كيف ما بغيتو. من الاحسن تستعملوا الخلاط الكهربائي باش ما يبقاو باش ما يبقاو لكمش هاد الخيوط ديال البيض في الخليط ديالكم. فدابا غادي نزيد 400 غرام ديال الحليب المحلى، بهذه الطريقه هو غادي نزيدو كله. فكيف ما سبق لي وقلت لكم كاين علب ديال الحليب المحلى نيستلي اللي كيكون فيها 375 غرام فقط، فيمكن لكم كذلك تستعملوها ماشي مشكل، واخا كان ناقص واحد الغرام شي غرامات ماشي مشكله. فدابا في هذه المرحله ها هي غادي نجيب الخلاط الكهربائي وغادي نخلط الكل جيدا حتى تنسجم العناصر، ومن بعد نصفيها في المول اللي سبق لي عملت فيه الكراميل. صافي كيف ما كتشوفوا معايا بعد ما خلطت العناصر كلها غادي نقوز دابا نكبو في المول. فكيف ما كتشوفوا معايا هذا هو المول ديالي اللي عملت فيه الكراميل، الكراميل ولا قاصحي بس معايا. فغادي نجيب واحد الصفايه او شبيكه صغيره، ضروري جدا ما تصفيو الخليط ديالكم باش ما يبقاوش فيه تكتلات ديال البيض. كيف ما شفتوا معايا عندي هنا واحد المول اخر غادي نعملو فيه حمام مائي اي بان ماري، ضروري جدا ما تعملوش ما تحطوش ديريكت في الفرن سينون غيتحرق معاكم. فغادي نعمل فيه هنايا الماء الساخن، من بعد ندخلو للفرن لمده 45 حتى ساعه حتى يولي لي يعني يشد راسو، وغادي نوري لكم ان شاء الله الطبق النهائي كيف كيبان. كيف ما كتشوفوا معايا اعزائي الكرام كريم كراميل ديالي او الفلون كراميل اللي حضرناه بالبيت فهو صافي واجد، فهو جد جد ساخن من بعد ما جلست عليه ساعه في الفرن. فانا جبدته غادي نتسنى عليه يعني تولي بحراره درجه المطبخ، يعني تولي يعني يبرد، نخليه في الكوزينه يعني يبرد تماما، عاد ندخلو للثلاجه لمده 6 سوايع حتى 7 ديال السوايع حتى يبرد مزيان، وغادي نقدمو ان شاء الله بالصحه والراحه في طبق التقديم لكم الطبق النهائي ان شاء الله. اي السكين فغادي نحاول ما امكن نحيدو هيدا على الجوانب وبكل حذر باش ما تخسرولوش الفورم ديالو. كيف ما كتشوفوا الكريم كراميل ديالنا كيجي جد 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 رائع وناجح 100 او اش نقول لكم يعني مليون في المئة. فعندي هنايا القليل من الفرامبواز غسلتهم وعملتهم فواحد الشبيكه باش يقطارو، وعندي القليل من اوراق النعناع حتى هما مغسولين. فدابا غادي نشبر يعني ونزوق به الطبق ديالي او الكريم كراميل، يعني كتزينوه وكتقدموه بالطريقه اللي بغيتو، يعني كل وحده وكتبقى الطريقه ديال التزيين ديالها. كيف كيبان من الداخل، بسم الله. فهذا هو الشكل ديالو كيف ما كتشوفوا، كيجي رائع روعه شهوه منه. فكيف ما كتشوفوا هذا هو طبق التقديم النهائي، فانا غادي نوري لكم كيف كيبان من الداخل، يعني روعة كيجي المذاق ديالو لذيذ بزاف. مم.
صراحة تستاهل التجربة. ما عليكم إلا تجربوه إن شاء الله وتردوا عليه في كومنتات وتقولوا لي كيف جاكم. لسه باقي مشتركينش القناة ديالي اشتركوا في القناة وتضغطوا على زر الاشتراك سموني أو سبسكرايب باللغة الإنجليزية، كذلك تفعيل الجرس باش ضروري تكونوا توصلوا بكل جديد وبكل وصفة وفيديو كنحطوه على القناة ديالي. بارطاجيو الوصفة بينكم بين الأهل والأقارب، كذلك في المواقع الاجتماعية باش تعم الفائدة بينكم. وما بقى لي خوتي إلا نقول لكم شهية طيبة وإلى فرصة قادمة إن شاء الله. باي باي.